السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم إن شاء الله راح ألعب لعبة Regular Factory Escape Room، وهي الجزء الرابع من شركة MC2 Games، شركة مشهورة في ألعاب الألغاز. نزلت أربعة أو ثلاثة ألعاب قبل هاللعبة. أول لعبة اسمها Palindrome Syndrome، الثانية Test in Humans، الثالثة Between Times. لعبتهم كلهم. الشركة دي ناجحة جدا وليها مقلدين في كذا الشركة، قلدت يعني طريقتها بالضبط. فهذا هو الإصدار الرابع للشركة، ألغازها صعبة. الله يعيد. بسم الله. نيو جيم امتيك. ما تركز هذه الشركة على وش يسموه، على القصة. في قصة بس ما تركز عليها، تركز أكثر شيء على الألغاز نفسها. أنا لعبتهم كلهم صراحة. الجزء الأخير كان شوية صعب صراحة، اللي هو Between Time، كانت الغازة تعقدك يعني. أطول اللودنج، أحيانا اللودنج يطول بشكل مو طبيعي، ما أدري هو من الجهاز والله اللعبة نفسها. Always the night shift. Just me with the machines. Anyway, the boss has told me that the assembly line has stopped once more. It's time to start up again. ليش ما يتحرك؟ شكله موظف في مصنع. أو يمكن لازم أتوقع لازم من الأوبشن تحدد الكنترول. خليها جويستيك. اوكي حلو، كانت على الكيبورد. اوكي، بدايتها مرمي في هالمصنع والعامل يتدمر وما تدري وش صار. Happiness is mandatory، يعني يقول لك السعادة إجبارية، يعني تدمر ما في. طيب في شيء؟ درين بايب لا يكون تخلي يعني الأرقام المتشابهة يعني السبعة مقابل السبعة، وما في أربعة هنا. في ثلاثة، يمكن ثلاثة، فاثنين هنا، اثنين مقابل اثنين، ثلاثة مقابل ثلاثة، خمسة مقابل خمسة. اختربت هنا. طيب عجل هنا، خلينا نقول سبعة بس ما في أربعة. نقول اثنين، ما بقول إلا اثنين. لا الاثنين جربنا، اثنين وسبعة وثلاثة. السبعة جربنا، السبعة ما جربنا أتوقع. أوه هنا ما في أربعة. درين بايب تم. ثمانية. أو يمكن مو لازم نفس الشيء، يمكن يكونوا شيء تن، يمكن درين بايب يعني المجموع يمكن عشرة، يعني إذا قلنا ثلاثة وسبعة عشرة، أربعة نحتاج كم عشان تصير؟ ما راح يجي. طيب خلينا نقول سبعة وتحتاج ثلاثة عشان تصير عشرة، اثنين تحتاج ثمانية عشان تصير عشرة، ثلاثة تحتاج سبعة عشان تصير عشرة. اوكي ما راح تضغط، خلنا نقول تحت ثمانية. ثمانية واثنين عشرة، ثلاثة وسبعة عشرة، ثمانية واثنين عشرة، خمسة وخمسة عشرة. اثنين والله ضبطت. طيب اثنين
ثمانية عشر حدو ثلاثة. هذه هي الفكرة. وهنا هنا ثلاثة لحوك، وهنا خمسة. جينيس الولد، جينيس. حلو، حليتها كذي، ألهمني الخالق. بس وش طلع؟ ما انتبهت وش طلع. في شيء انفتح هنا اتوقع. او هنا Remember you are only a cog. افا طيب اقول لك انت ترى ترس هنا فعلا. والله العمال في المصنع كان أداة يعني، ما كان بني آدم. شوف هذا اللغز، كأحتاج كابل، في كابل ناقص. أقول لك كنترولر. ناقص وردة زائد. تحتاج أربعة. طيب هذا الكود يعني ناقص وردة زائد. هذا هو الكابل الناقص. كان حطه طيب. ايش المطلوب؟ هو يمديك تشيلهم. على اي اساس تحطهم؟ شكل معين يمكن. طيب وهذا ما ادري على اساس، بس يمكن انك تسوي اوكي تك، او انك تكتب 29، تكتب 29 بالروماني. والله شكلها هذه اتوقع 29 بالرومانيا. كذي هذه 20 وتسعة. كيف تسعة اتوقع بهالشكل؟ جينيس الولد، جينيس الولد، جينيس. 29 بالروماني، الاكس 10 والاكس 10 20 وهذه 9. كا حلو.
هذا يقول لك وردتين، أو يعني الوردة صبانة يمكن، هذا معناه لأن في ورد وما أدري إيش، بس هنا حاط لك وردتين، كل وردتين صبانة. وش هذا؟ something missing. مربع يساوي دائرة زائد دائرة. أوه، السكروب ثلاث وردات. don't think, don't task, don't stop. okay. سبعة سبعة 2032 نايت شيفت تكنيشن أولي فاو دونت سكرو أب. thanks for the confidence boss. نايت شيفت أوكي سوك. طيب I need a key card. area بيتا اللي هي اسمها بيتا. طيب هنا ما في شيء. الحل هنا اتوقع هذا يقول لك انت ترس. you are a cog. حاطين لك واردة فالترس يعني واردة والسكروب ثلاث واردات والصبانة واردتين بس. اوكي هذا شكله بانش كارد اخذها اتوقع. طيب ريبيليون وصامولة أربعة والبي كراشت مظاهرة العمال شكلها. موديل ميكانيك هذا حق 29. لا حلينا يا أخي هذا الكلو حق اللي حلينا ما نحتاج كلو. هنا في ناس جينيوس. قبل لا أركب أشوف هذا لغز الوردة. وين هو راح لغز هناك؟ لا هذاك something missing أتوقع. إيه هذا ما يندر يعني يقول لك ناقص وردة. واردة زائد يعني مثلا احطهم بترتيب معي يعني ولا ناقص واردة. اوكي الاصبانة الاصبانة ثنتين. يعني من اوكي فهمت من الاقل للاعلى. الصبانة ثاني رقم ثاني واحدة يعني. والترس واحد يعني اول شي الترس بعدين الصبانة بعدين اوكي فهمت. ترس صبانة سكروب. انت كان حطيت لنا طريقة.
اوكي نارست ترس سبانا سكروب صامولة جينيس الولد جينيس. طيب اتوقع ان خلصت كل شيء هنا.